ريكوردرز. طيب دلوقتي احنا بنتكلم في ايه؟ هي عائشة بنتكلم في طبقة الأوزون دي بتحمينا من حاجة مهمة جدا. ايه هي الحاجة اللي بتحمينا منها يا محمد؟ قولها تاني يا عائشة. الصادرة من الشمس، تاني عشان ما سمعتش. الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، تمام، يبقى بتحمينا من ايه يا عائشة؟ طبقة الأوزون. من الأشعة البنفسجية الصادرة من الشمس. تمام، اسمها بقى الأشعة فوق البنفسجية مش البنفسجية. يبقى أنا عندي طبقة الأوزون دي مهمة جدا في إيه؟ يعني موجودة عندي في كوكب الأرض. يعني ليه بقى؟ علشان بتحمينا من الأشعة الضارة اللي جاية القادمة من الشمس، والأشعة دي بسميها الأشعة فوق البنفسجية. طب يعني إيه المشكلة لو جاس يعني عندنا؟ لا طبعا، مشكلة كبيرة جدا. إن أنا عندي الأشعة فوق البنفسجية دي قسمتها لثلاث أنواع، قولي كده إيه هما يا محمد؟ البعيدة والمتوسطة والقريبة. البعيدة والمتوسطة والقريبة. ركزي في كل كلمة بنقولها يا عائشة عشان هسألك فيها تاني. يبقى أنا عندي الأشعة فوق البنفسجية قسمناها لثلاث أنواع، قريبة متوسطة بعيدة. طيب قولي يا محمد، مين فيهم بيصل 100%؟ مين فيهم ما بيوصلش خالص؟ مين فيهم بيوصل منه 5% بس؟ اللي بيوصل منه 100% للقريب، واللي بيوصل منه 95% المتوسطة، واللي ما بيوصلش منه خالص البعيد. طيب قولي تاني كده معلش. قلت انا بس قول تاني. أيوة، يبقى أنا عندي إيه اللي ما بيوصلش خالص 100% منه؟ البعيد. يبقى أنا عندي الأشعة فوق البنفسجية البعيدة لا تصل 100%، ما بتوصلش فين يعني؟ لسطح الأرض. ما بتوصلش سطح الأرض، يعني ما بتوصلش للكائنات الحية أصلا، لأن اللي هي لو وصلت للكائنات الحية هتدمرها أساسا. طيب وعندي الأشعة المتوسطة بيوصل منها كام؟ 5%. اللي هو يعني 95% محجوب عننا، محجوب منها 95% واللي بيوصل لنا منها بس 5%. تمام. طيب إيه كمان يا محمد؟ القريبة تنفذ 100%. القريبة بتنفذ 100% لأن الأشعة القريبة دي بتكون مفيدة لينا بقى. ما هي مادام بتنفذ لينا يبقى ربنا عارف إن هي مفيدة لينا. الأشعة اللي طالعة من الشمس مش كلها مضرة، في منها مفيد زي اللي بيقولوا لك دلوقتي ده اتعرض ليها، اللي هي أثناء يعني بعد الشروق كده وقبل الغروب. الأشعة اللي طالعة من الشمس في الوقتين دول بتكون مفيدة جدا، حتى بيقولوا لنا ايه، حطوا الأطفال خليها تتعرض ليها للشمس في الوقت ده، عشان ساعتها الأشعة دي بتكون مفيدة للأطفال، بتطلع حاجة اسمها فيتامين د بتنشطه، وفيتامين د دوت بيكون مفيد جدا للعظام. طيب دي أنواع الايه، الأشعة الفوق البنفسجية اللي هي بتطلع من الشمس. في منها بقى احنا مش بيوصل لنا خالص عشان هو مضر لينا، وفي منها بيوصل لنا علشان هو مفيد لينا. طيب وبعد كده جه حد اسمه دوبزون، عارفه يا محمد؟ أيوة، قول لي كده العالم دوبزون قال لنا ايه؟ قال لنا لما الضغط الجوي بيتعرض قصدي طبقة الأوزون لما بتتعرض للضغط الجوي ودرجة الحرارة بيكون سمكها 3 مللي. طب هو اصلا السمك الطبيعي بتاع طبقه الاوزون كام كيلو متر؟ 20 كيلومتر. كام؟ 20 كيلومتر. 20 كيلو متر. بصي يا عائشه، كل معلومه من دي سجليها عندك في دماغك، ان انا عندي سمك طبقه الاوزون بقول عليها كام؟ 20 كيلو متر. كام عندي سمك طبقه الاوزون يا عائشه؟ 20 كيلومتر. طيب 20 كيلو متر من اول فين لفين؟ يعني من اول سطح البحر لحد فوق.
احنا بنقيس اي سمك اي حاجه موجوده في الغلاف الجوي من اول سطح البحر لحد ايه ما نطلع فوق كده. فانا عندي ايه طبقه الاوزون بتمتد 20 كيلو. طيب هي مش 20 كيلو متر من اول سطح البحر يا محمد، انا عندي من اول سطح البحر بتمتد قد ايه؟ 1013 و25 مية، هو ايه ده؟ 1000 كيلو الضغط متر. الجوي؟ انت عايز تقولي الضغط الجوي يعني؟ 1000 كيلو متر. لا لا، انت حدد معايا، انت عايز تقولي سمك طبقة الغلاف الجوي ولا عايز تقولي الضغط الجوي؟ سمك طبقة سمك الغلاف الجوي كله على بعضه، يعني انا لو هنا قست دلوقتي الغلاف الجوي من اول ما تحت سطح البحر لحد ما اطلع بره الكره الارضيه هلاقيها كام؟ 1000 كيلو متر. برافو، بنراجع معاكي اهو. ماشي يا عائشه، اللي هو بتاع كمان ماشي. درس الغلاف الجوي متسجل، انا مسجلاه وكمان مجمعه لكم الارقام كلها بتاعه الغلاف الجوي كله في صفحه واحده كده على السبوره، يعني تابعيها في الحصة إن شاء الله تفهميها، ولو ما فهمتهاش هنراجعها برضو مع بعض تاني وتالت وعشرين، ما تقلقيش. طيب يبقى أنا كده محمد قال لي إن أنا عندي سمك طبقة الغلاف الجوي 1000 كيلومتر من أول سطح البحر لحد فوق. طب هو الضغط الجوي الموجود في الغلاف الجوي كام بقى؟ الضغط الجوي 1013 و25 مية ملي بار. برافو عليك، ان انا ايه 1013 و25 من 100 ملي بار، لان انا بقيس الضغط الجوي بالملي بار، واحده اسمها الملي بار. طيب اتكلمنا بعد كده على ان احنا كنا بنقول دوبزون ده اسم عالم، عالم اسمه دوبزون قال لي ان عندي الغلاف اللي هو طبقه الاوزون اللي عندي اللي هي اصلا سمكها 20 كيلو متر، هو اختصرها وخلاها كام مللي يا محمد؟ 3 مللي. 3 مللي. طب هو فسر ان هو خلاها 3 مللي ليه بقى؟ أنس ليه دوبزون قال لنا ممكن نختصر طبقة الأوزون وخليها 3 مللي بس؟ ليه قال لنا كده؟ بتعرضها للضغط والحرارة. عشان طبقة الأوزون لما تتعرض لمعدل الضغط والحرارة هيحصل لها إيه؟ هتقل وتبقى 3 مللي بس. طيب وعلى أساسه بقى قلنا إن أنا عندي سمك طبقة الأوزون كام دبزون؟ 300 دوس. على أساس إن هو إيه قال لنا إن كل 100 دبزون بتساوي 1 مللي، يبقى هو اختصر لنا طبقة الأوزون بدل ما هي 20 كيلو متر قال لنا ان هي بتساوي 300 دوبزون، ودي اخر حاجه خدناها مع بعض الحصه دي. نركز بقى مع بعض سواء محمد او عائشه. شكرا يا محمد. هنتكلم بقى من اول ما دوبزون قال لنا ان انا عندي سمك طبقه الاوزون ممكن تكون 300 دوبزون، فانا ممكن اعرف سمك طبقه الاوزون في اي حته بقى، ولو حصل تآكل في طبقة الأوزون. يعني إيه كلمة تآكل؟ يعني طبقة الأوزون مش هتبقى موجودة في المنطقة دي، وطبعا التآكل في طبقة الأوزون دوت بيعرضنا إن إحنا يدخلنا بقى الأشعة البعيدة اللي إحنا مش عايزينها تدخل أصلا، هي محجوبة عندنا 100%. لو طبقة الأوزون دي اتاكلت ممكن تدخل لنا في أي وقت، فطبعا تدمر لنا الدنيا كلها. طب هو بيقول لي دلوقتي لو جاء لي في مسألة كده احسب لي النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون. نفتح صفحة هقول لكم، صفحة 170 شباب معايا، صفحة 170 هنا بيقول لي إن أنا عندي قانون ان انا احسب ازاي درجة تآكل الاوزون في منطقة ما. انا عندي، انا عايشة في منطقة مثلا
عايشة مثلا في السعودية، انت عايشة فين يا عائشة؟ أنا في مصر. انت في مصر وانا كمان في مصر، محمد عايش في السعودية. كل واحد فينا درجة الأوزون بتاعته مختلفة عن التاني، يعني التآكل بتاع طبقة الأوزون اللي فوقي اللي فوق دماغه بتبقى مختلفة عن التاني. فأنا عايزة أحسب في كل منطقة بيختلف طبقة الأوزون بتاعتها أو التآكل اللي بيحصل في طبقة الأوزون بتاعها عن التانية. فلما يجي يقول لي احسب النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في إحدى المناطق، إذا علمت أن درجة الأوزون فيها 150 دوبزون، أنا عندي قانون بيقول لي إن أنا إزاي أحسب درجة تآكل الأوزون، إن هي بتساوي درجة الأوزون الطبيعية أطرح منها الدرجة بتاعتي بتاعت درجة الأوزون في المنطقة اللي هي المتآكلة دي. يعني أنا عندي درجة الأوزون الطبيعية في أي منطقة الطبيعي فيها 300 دوبزون، أنا هيجيب لي النسبة عندي اللي اتاكلت، أنا هطرحها من بعض بس مش أكتر من كده، حاجة منتهى السهولة. طب بس هو مش عايز كده بس، ده هو عايز النسبة المئوية. أنا أجيب النسبة المئوية إزاي؟ زي أي حاجة بجيب لها نسبة مئوية، بجيب درجة التآكل بتاعتي وأقسمها على درجة الأوزون الطبيعية وأضربها في 100. لما أجي أحسب أنا درجاتي في 100 مثلا، بجيب درجتي أنا وأقسمها على الدرجة الكلية وأضربها في 100. دي طريقة حساب أي نسبة مئوية لأي حاجة. نفس الحوار بالنسبة لحساب النسبة المئوية لطبقة الأوزون. طب نشوف، يلا بينا. بيقول لي احسب النسبة المئوية قلنا لتآكل طبقة الأوزون، لما لو أنا عندي التآكل ده 150 دوبزون، هقول له مفيش مشكلة خالص، درجة تآكل الأوزون في المنطقة اللي أنت قلتها لي دي بتساوي درجة الأوزون الطبيعية اللي هي 300 دوبزون ناقص الأوزون اللي في المنطقة دي اللي هي 150، يبقى 100. 300 ناقص 150 كام يا عائشة؟ 150 150، ولا أي مشكلة خالص. هجيب ال 150 دول أقسمهم على 300 يديني 100، وطبعا أضربهم في 100 هيدوني إن أنا عندي في المنطقة دي التآكل بالنسبة لي 50%. طيب بيقول لي كمان عندي حاجة تانية، يمكن تعيين درجة الأوزون في منطقة ما بمعلومية النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في هذه المنطقة. يعني أنا دلوقتي لو قال لي اداني نسبة مئوية وقال لي هتشيل درجة الأوزون في المنطقة دي كام؟ ولا أي حاجة، هقول له درجة الأوزون في المنطقة دي بتساوي النسبة المئوية على 100 في درجة الأوزون الطبيعية. ودرجة الأوزون في المنطقة دي ممكن كمان تساوي درجة الأوزون الطبيعية ناقص درجة تآكل الأوزون في هذه المنطقة زي ما احنا قلنا فوق. طيب لما يجي يقول لي إذا حدث تآكل في طبقة الأوزون في أحد المناطق بنسبة 20%، فما درجة الأوزون في هذه المنطقة؟ أنا عندي قانون بيقول لي لو أنا إداني نسبة مئوية زي ما إداها لي هنا كده، هحسبها له إزاي؟ هقول له درجة التآكل في المنطقة دي النسبة اللي إديتها لي على 100 درجة الأوزون أصلا الطبيعية، إداني كام؟ 20 على 100 في 300. جبتها منين ال 300 دي يا محمد؟ اللي هي درجة الأوزون الطبيعية. برافو، لما ضربتهم في بعض طلعت لي 60 دوبزون، فساعتها احسب درجة الأوزون في هذه المنطقة بتساوي درجة الأوزون الطبيعية ناقص تآكل الأوزون في هذه المنطقة. ساعتها بقول إن درجة الأوزون في المنطقة دي بتساوي 240 دوبزون. طيب نشوف مسألة مش محلولة، نحلها مع بعض ونشوف هنعرف نحلها ولا لأ. أهي من غير أي حاجة، اللي هي عند اختبر نفسك دي صفحة 172. افتحوا صفحة 172 كده يا شباب. تعرفي تحلي معايا يا عائشة؟ هحاول نشوف. طب يلا بينا، هساعدك ما تقلقيش. احسب النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في منطقة درجة الأوزون فيها 225 دوبزون. فاكرة القانون بتاع إن أنا أعرف درجة الأوزون؟ ها؟ تبقى درجة درجة تآكل تآكل طبقة الأوزون التآكل. ها؟ اللي هي 225 على درجة الأوزون الطبيعية اللي هي 300.
هقول لك حاجة بس، ما احنا الأول ايه، لازم نكتب مثلا القانون بتاعنا، لازم نكتب القانون بتاعنا. درجة تآكل الأوزون بيساوي التآكل في المنطقة، درجة التآكل في المنطقة ناقص، أو العكس صح، درجة الأوزون الطبيعية ناقص درجة التآكل، عشان احنا عندنا الكبير ناقص الصغير. درجة التآكل الطبيعية ناقص درجة الأوزون في المنطقة. كام بقى درجة التآكل الطبيعية؟ أو درجة الأوزون الطبيعية كام؟ لسه قايلين. 300 برافو، 300 دبل ناقص، هو اداني كام هنا؟ 225 يبقوا كام بقى؟ هتبقى 75. برافو. طب احنا كده حسبنا ايه؟ درجة التآكل بالدبزون. انا عايزة احسبها بقى بالدرجة المئوية. تبقى درجة تاكل الأوزون على درجة الأوزون الطبيعية 100. يبقى درجة التآكل بتاعتي اللي هي 75 على الدرجة الطبيعية اللي هي 300 في كام بقى؟ مية في 100، عشان احسب درجة مئوية. هتطلع لي كام كده؟ احسبها لي كده على الكالكوليتر يا محمد او يا عائشة، اي حد فيكم. هتكون 25. 25%. ماشي، انا ما حسبتهاش، انت اللي حسبتيها. ها، طيب يعني اعتمد عليكي. يبقى انا عندي درجة التآكل في المنطقة دي بالنسبة المئوية 25%. صعبة المسألة؟ لا فاهم يا محمد؟ ايوه طيب نرجع للحاجات بقى اللي احنا لسه ما خدناهاش، الصفحة اللي قبلها. طيب هو انا دلوقتي عمال اقول لكم الاوزون بيتاكل، الاوزون بيتاكل. طب هو بيتاكل من ايه يا جماعة؟ اكيد بيتاكل من حاجات احنا بنعملها مزعجة جدا، يعني الانسان بطبعه مزعج. ليه مزعجة؟ عشان بيعمل نشاطات كتير جدا بتأثر على البيئة اللي حواليه. بيقعد بقى يقطع الأشجار وبيقطع الحاجات ويصطاد الحيوانات اللي هي أصلا عايشة في أمان صيد جائر، وياخد الفرو بتاعها ويعذبها. يعني احنا الإنسان كده بطبعه بيحب يعذب اللي حواليه. فالإنسان بيستخدم حاجات بتضره هو شخصيا، النفس أمارة بالسوء زي ما احنا عارفين. فانا عندي ايه هي الحاجات الملوثات اللي ممكن تأثر على طبقة الأوزون وتخليها تتاكل؟ اولها بقى مركبات، ركزوا معايا، اسمها الكلورو فلورو كربون. ركزوا معايا لو سمحتوا، اول مركبات بتأثر لي على طبقة الأوزون، ودي مهمة وبتيجي في الامتحان، اسمها الكلورو فلورو كربون. اسمها ايه يا محمد؟ الكلوروفلورو كربون. ما هي إيه يا عائشة؟ كلوروفلورو كربون. تمام، يعني كلور وفلور وكربون، كلور وفلور وكربون. ايه الرمز بتاعها؟ بيجي لنا برضه في الامتحان، اسمها سي اف سي اس، اللي هي كلور وفلور وكربون. حتى بالانجلش كلور وفلور وكربون، وبحط اس عشان معناها ان هو جمع، يعني ان هي مركبات، مركب في بعض، الكلوروفلوروكارب. طيب المعروفة تجاريا بالفريونات، حد سمع عن حاجة اسمها فريون قبل كده؟ لما مثلا الثلاجة بتاعتنا ولا الديب فريزر يعطل كده، بابا يقول لي ده انا عايزة اجيب لها فريون واعمل له فيها، صح؟ حد سمع عن كلمة فريون قبل كده؟ لا تفرقين. ما حدش سمع. طيب الفريون ده يا شباب بيبقى موجود في الثلاجات واللي هو المكيفات والديفريزر طبعا. ده هو اللي بيبرد لي الاكل، او بيبرد لي الجو، سواء كان في التكييف بيبرد لي الجو، او في الثلاجه بيبرد لي الاكل. الفريون ده
بنستخدمه في حاجات اهو كويسه يعني، بيخلي بيحافظ على الاكل وبيعمل وبيحافظ لي على الجو وكده وبيخلي صوت حار، بس في نفس الوقت هو برضه مؤثر جدا على طبقه الاوزون. طب يلا نشوف بنستخدمها في ايه. يبقى انا عندي المركبات الكلورو كربون دي او اللي بنقول عليها الفريونات، بستخدمها في ماده مبرده في اجهزه التبريد، سواء كانت بقى بتبرد لي في الثلاجه او بتبرد لي في التكييف. طيب كمان بستخدمها في ايه؟ ماده دافعه لرذاذ الايروسولات. يعني ايه؟ يعني انا بستخدمها في البخاخه دي، سواء بقى كده البخاخه دي بستخدمها بعمل بيها مثلا في البرفانات او اصلا في المبيدات الحشريه، اي حاجه بدوس عليها كده تبخ معايا دي اسمها ايروسولات، وبحطها انا عندي في العبوه دي عشان تدفع الحاجه اللي جوه، يعني تزق الحاجه اللي جوه، بحط فيها فريون. طب بستخدمها في ايه كمان؟ ماده نافعه في صناعه عبوات الفوم، يعني العبوات اللي هي بتاعت الفوم دي بستخدم فيها الكلورو فلورو كربون. وكمان ماده مضيفه في تنظيف شرائح الدوائر الالكترونيه، يعني هتلاقي دايما كده الراجل بتاع اللي بيصلح الكمبيوترز والحاجات اللي هي الالكترونيه دي دايما عنده الفريون ده. يبقى انا عندي الكلورو فلوروكربون او الفريونات ماده مضره، يعني هي مضره لو هي طلعت بقى من هي كده ولا كده بتبقى غاز، غاز يتصاعد معايا في الهواء الجوي ويطلع عند الاوزون ويدمره. طيب ممكن نطلع من اللينك ندخل تاني عشان نقدر ندخل نفس اللينك يا شباب. تمام.